الله تكونوا بيان. اليوم فيديو جديد، رانا هنايا فواحد البلاصه نخليها لكم سوربريز، ما نقول لكمش وين راني حتى نطلعوا للفوق. وهنا غارق على بالك. شابة هيلا. فوالا، رانا اليوم في شلالات تيزي انبربر، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي، كملوا حتى الاخر. مازال فوق بلايص بزاف بزاف شابين. شفت شمحت كاع لاصكاتي. هاي لهنايا ثاني غرقة. شو والله غير غرقة هنا. شوفنا يا فين شبه. الو، كيما شفتوا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم كان على شلالات تيزي انبربر، هذا المكان الخلاب الرائع اللي ما عندي ما نقول فيه فريمون. واحد الراحه النفسيه، واحد الطبيعه الخلابه، واحد الهواء النقي، واحد البروده تاع الماء، واحد الصوت تاع هذاك الشلال، يعني مكان اكثر من رائع فريمون. بلادنا بزاف بزاف شابه، نعرفوا بك وين نروحوا نحوسوا فيها ونزوروا هاد الاماكن هادوما اللي جايين مخبيين. فوالا، كيما هاد البلاصه هذه جايه في ولايه بجايه اكزاكت في اعالي جبال اوقاس، يعني بلاصه عاليه عاليه، يعني ما جينا نلحقولها مي بلاصه تستاهل فريمون. ان شاء الله نتمنى كاع يدك تزوروها. الو، بعد ما طلعنا حتى الفوق فيزيتينا يعني شلاليتو، عجبني الحال. عاود تحبطلت حتى لواحد الريستورون، لبست البوركيني تاعي وقلت ما جاياش امينه تلحق حتى لهنا وما تعومش. كنا في اوت، كانت واحد السخانه مع المشيه والتعب، الو ما كاش كيفاش، والما واش نحكي لكم، كان بزاف بزاف بارد وكان
العومه يلزم نجيو نضربوا البيتزا هنايا دوك نشوفوا البيتزا تاعهم ولا مليحه ولا لا. انا سناو البيتزا تاعنا توجد الوغ بالنسبه للبيتزا صافا مليحه جايه رقيقه فيها طون حنايا كوموندينا طون وكاين ثاني فوالا بارابور الفري دير 30000 نورمال مليحه وسورتو كي رقيقه شوفوا طيبه بيان فوالا لحقنا لافان تاع الفيديو تاعنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم والتحويسه تاع اليوم رانا هنايا في شلالات تاع تيزين بربر فوالا الوغ واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلونا في لايك وكومونتير بيان سور ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايين دمتم اوفياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سلام